بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد مع بعض دلوقتي إن شاء الله البارت الثاني أو الجزء الثاني من ليكتشر 20. إحنا قلنا إن ليكتشر 20 لسه ليها باقي إن شاء الله هنكمله دلوقتي، وهو عبارة عن كام مسألة كده على لوبيتال رول. طيب هنا برضو بيقول لي ليميت لما e to the power x minus e to the power negative x ناقص 2x على x ماينس ساين x. أول حاجة هعوض، تعالوا بس نكتب المسألة تاني. هنا هقول له e أس x e أس صفر بواحد ناقص e أس صفر بواحد، تقول لي دي ناقص x هي ناقص صفر، والصفر اللي هو موجب هو سالب يبقى برضو بواحد، ناقص زيرو على صفر ناقص ساين صفر بصفر، طلع الناتج هو صفر على صفر اللي هو undefined. هقول له use لوبيتال رول، الكلام بقى سيستماتيك جدا من الليكتشر دي والليكتشر اللي فاتت. اقول له limit لما x approaches to zero، يلا اشتق البسط هي e أس x، واللي بعدها هي ناقص، في كمان ناقص هتنزل مع الناقص اللي جنب الاكس دي، تصير positive e أس ناقص x ناقص 2 على مشتقة الاكس هنا بواحد، ناقص مشتقة الساين هي كوساين x. يلا نعوض، واحد e أس صفر برضو بواحد، ناقص 2 على واحد ناقص واحد كوساين صفر بواحد، واحد واحد اتنين، اتنين ناقص اتنين صفر، واحد ناقص واحد صفر برضو undefined. هرجع تاني اقول له use لوبيتال رول، تبقى limit لما x approaches to zero e أس x اهي، هنا هتبقى ناقص e أس ناقص x على دي هتبقى صفر، مشتق واحد بصفر، مشتقة الكوزاين ناقص ساين وفي ناقص موجودة already، تبقى على ساين x، هي تديني واحد ناقص واحد على صفر، هي صفر على صفر برضو undefined. هقول له برضو use لوبيتال رول لتالت مرة، هقول له limit لما x approaches to zero مشتقة ال e أس x هي e أس x، دي ناقص وفي ناقص هتنزل من المشتقة اللي فوق ال e، تبقى زائد e أس ناقص x مشتقة الكوزاين مشتقة الساين b كوساين x. يلا نعوض، واحد زائد e أس صفر بواحد و e أس ناقص صفر برضو بواحد على كوزاين صفر بواحد، صور الناتج في النهاية اتنين. يعني أنا كل اللي عملته إن أنا استخدمت لوبيتال رول ثلاث مرات، أول مرة e أس x ومشتقة e أس ناقص x هي ناقص وفي ناقص موجودة already، تبقى ناقص ضرب ناقص equal positive e أس ناقص x، مشتقة اتنين x هي أو ناقص اتنين x هي ناقص اتنين، طلع undefined. عملت derivative تاني مرة أو لوبيتال رول تاني مرة برضو، طلعت لي صفر على صفر، وجيت عوضت برضه طلع لي صفر على صفر undefined، وبالتالي في آخر مرة طلعت لي قيمة. يعني أنا هفضل أعوض وأفضل أعمل لوبيتال رول أكتر من مرة أكتر من مرة لحد ما تجيب لي قيمة. طيب هنا بيقول لي limit لما x approaches to infinity x cubed e to the power e minus x squared. طب أنا ينفع أستخدم لوبيتال رول غير وأنا عندي كسر؟ لا طبعا، يبقى انا اقدر احول دي x cubed فوق وهنا e to the power minus، نزلها بس في المقام positive، ابدا اعوض هنا infinity على infinity دي undefined، وهنا هقول له limit دي undefined، اقول له use لوبيتال رول limit لما x approaches to infinity اشتق البسط 3x squared، اشتق المقام هيديني 2x e x squared، هيديني برضو infinity على infinity. قبل ما اكمل المسألة كده، قبل ما اكمل المسألة، المسألة دي هتطلع بكام؟ القاعدة اللي انا كنت اتكلمت عليها الليكتشر اللي فاتت، ان الليميت لما x approaches to infinity
لو انا عندي بولينوميال على اكسبوننشال، البولينوميال دي مثالها هتخلص، يعني ايه هتخلص؟ يعني هنا بقت 3 اكس سكويرد، المره اللي بعدها هتبقى 6 اكس، المره اللي بعدها هتبقى 6 وهكذا، يعني فوق دي هتخلص لحد ما تديني نمبر، انما اللي تحت دي هتفضل شغاله معايا على طول، عمر الاي دي ما بتنتهي، وبالتالي هيطلع رقم على انفينيتي، يعني هتطلع صفر، يعني انا قبل ما اكمل مساله عارف انها هتطلع صفر. طيب دي اندي فاين، هقول له تاني مره يوز لوبيتال رول، ليميت لما اكس ابروتشز تو انفينيتي، مشتقة اللي فوق هتبقى 6x على اللي تحت 2x في e اس x سكويرد، دي بقت حاصل ضرب دالتين، مشتقة الاول 2 ثبت التاني زائد ثبت الاول، مشتق التاني اللي هو هيبقى 2x في e اس x سكويرد، تمام كده. ها وهنا برضو لما اجي اعوض هتطلع انفينيتي على انفينيتي عندي فاين. هقول له قبل بس ما اعمل حاجة تاني، هبسط فوق 6x زي ما هي، تحت هنا 2 e اس x سكويرد بلس 2x تايمز 2x هي 4x سكويرد e اس x سكويرد. هنا اقول له يوز لوبيتال رول، هتبقى ليميت لما x approaches to infinity، اللي فوق هيبقى 6، مشتقة 6x ب6، واللي تحت هيبقى 2 تايمز 2x e اس x سكويرد بلس، دي برضه حصل ضرب دالتين، مشتقة الأول 8x تايمز e اس x سكويرد بلس ثبت الأول 4x سكويرد تايمز 2x e اس x سكويرد. ومن غير ما تعمل أي حاجة قول له 6 على ما لا نهاية هتساوي زيرو، لان انا هعوض هنا هيطلع لي ما لا نهايه، وهعوض هنا هيطلع لي ما لا نهايه، وهعوض هنا ما لا نهايه، ما لا نهايه زائد ما لا نهايه زائد ما لا نهايه وهكذا، يبقى في النهايه الناتج هو 6 اوفر انفينيتي ايكوال زيرو. نرجع تاني على الاكزامبل ده بسرعه، الاكزامبل ده اصلا ما كانش على صوره بسط ومقام، كان على صوره ليميت لما اكس ابروتشز تو انفينيتي اكس كيوبد تايمز اي تو ذا باور نيجاتيف اكس سكويرد، خليت الاي تو ذا باور نيجاتيف دي في المقام صارت تو ذا باور بوزيتيف، وبالتالي بدأت أعوض، طلع لي infinity over infinity اللي هي undefined value، استخدمت لوبيتال رول، اشتقيت البسط بروحه والمقام بروحه، عوضت طلع لي infinity over infinity، عملت لوبيتال رول تاني برضه طلع لي infinity over infinity، آخر مرة عملت لوبيتال رول تالت مرة وطلع لي قيمة على infinity، رقم على infinity اللي هو 6 على ما لا نهاية equal 0. وهنا example كمان بيقول لي إيه؟ بيقول لي ليميت لما x approaches to 0 روت 1 زائد 2x ناقص روت 1 ناقص 4x. يلا نعمل اول خطوة قلنا عليها ان احنا بنعوض، تعالوا نعوض هنا، 1 زائد 1 زائد 1 زائد 2 ضرب 0 بصفر، 1 زائد 0 ناقص 1 ناقص 0 over 0، يعني هتطلع 1 ناقص 1 بصفر على صفر، هي undefined. هقول له use لوبيتال رول، هتبقى limit لما x approaches to 0، هنا مشتقة ما بداخل الجذر 2 على 2 الجذر ناقص مشتقة ما بداخل الجذر ناقص 4 على 2 الجذر مشتقة المقام بواحد، تمام كده. تمام، الاتنين في الواحد على الاتنين في الواحد، وهنا على الاتنين في الواحد على الاتنين في الاتنين، يبقى صار ليميت لما x approaches to 0 واحد على روت واحد زائد 2 x plus 2 over روت واحد ناقص 4 x. يلا نعوض، واحد على جذر اتنين في صفر بصفر، صفر زائد واحد هي الواحد، زائد اتنين هنا جذر واحد ناقص أربعة في صفر بصفر، واحد ناقص صفر بصفر، صار الناتج واحد زائد واحد زائد اتنين هيصير ناتج تلاتة. وبكده نكون قدرنا نحل المسألة دي، هي سهلة برضو جدا، ما خدتش وقت وما خدتش مساحة،
كل اللي انا عملته صدمت دوجة الروم مرة واحدة، مشتقة الجذر هي مشتقة من داخل الجذر على 2 الجذر، وبدأت اختصر وبدأت اعوض بعد كده عن اكس بزيرو، وقدرت اني في النهاية اطلع الناتج بكام.